السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت قاعد على جهاز معلوش اوتوكاد وبعت ملفات اوتوكاد وعايز ان انت تشوفها وترجع عليها، فممكن تستعين ببرنامج دي دبليو جي في. ده عبارة عن فري دي دبليو جي فيور مجاني، تقدر انت تشوف ملفات الدي دبليو جي والدي اكس اف والدي دبليو اف، وتقدر انت تفتحها وتقيس منها وتشوفها وتعلم عليها مركب وتعملها ايديت وتعملها طباعة. طبعا ايديت خفيف، يعني مش تعمل ملفات تعديل كامل، لا تعديلات معينة بسيطة. طيب خلينا نشوف في المزايا اللي فيها. تقدر ترسم بعض العناصر لاين بول لاين سيركل وهكذا، وتعمل موديفاي ليهم وتعمل انوتيشن وطبعا الطباعة. برضو ممكن تشوفه اونلاين، يعني مش لازم ان انت تحمل البرنامج، لا انت ممكن اونلاين ترفع الملف وتشوفه، مجرد ان انت تقول له براوز فايل او تفتح دراج اند دروب الملفات وتقدر ان انت تشوفها من هنا، او لو انت حابب ان انت تستطابها تقدر ان انت تستطابها. مساحته 36 ميجا، وطبعا بشوف كل الملفات اللي بتسيف الدي دبليو جي او دي اكس اف، فتقدر ان انت تفتح ملفات جايه من الاوتوكاد او جايه من الدرافت ساين او جايه من اي برنامج اخر، و تعمل مراجعة وطباعة للملفات.